الباقي فين؟ الوين بول خلاص اتفقنا التصميم بتاعها بسيط، لكن البول عليها فقط راتب الفورس، مفيش عليها فيرتيكال فورس غير الاون ويند زي ما قلنا النهارده. فنيجي نشوف البير. البير قد يكون واحد او اثنين او ثلاثه على حسب الريجليتور بتاعي مالتي بنت او وان بنت او ثلاثه. ده مثلا انا واخد نموذج من تو بنتس ريجليتور، ففي بير واحد. فالبير ده هو اللي هيبقى تحت التصميم، اتفضل يا خلاص. فالبير ده هيقع تحت لودز اكوردنج لمور ذان كيس. قد يقع تحت كيس اوف لودنج بتدي عليه ماكسيمم فيرتيكال لودز. وقد يقع في كيس بتخلي عليه فورسز بتديني ماكسيمم اكسنتريستي. هدول حالتين لازم اخدهم في الاعتبار. الحالتين دول اللي بتدي ماكسيمم فيرتيكال لودز واللي بتدي ماكسيمم اكسنتريستي لازم ادرسهم في حالات التشغيل المختلفه. حالات التشغيل دي قد تكون جاست افتر كونستراكشن وقلنا المره اللي فاتت، والحاله او قد تكون الريجوليتور هو بيشتغل يبقى كل البنز رانم فول ويز وور شغاله ومليانه ميه، او ويزين ريبير في حاله الريبير. وطبعا احنا حاله عامه ان الريبير بيتعمل في حاله اقل المناسيب، وبالتالي اكون حذر وانا بختار الحاله بتاعه الريبير ان اختار اوطى مناسيب للميه في المجرى المائي اللي عليها الريجليتور. عشان اعمل حسابي طبعا الريجليتور اللي احنا شايفين بيبقى عادة فوقيه في بريدج وانا حاطط البريدج دلوقتي ليه؟ لان بتتكلم عن اللودز، واللودز اهم مصادرها هو الكوبري رغم انه ما هوش بيخدم عمليه الري ما بيخدمش الميه. يعني الرجلين وانس ان انا حددت عدد الفتحات والليدنج اب وظبطت السرعه خلاص
عن الاباطمنتس والبيرز وما عملش كوبري ده رجليه وفي بوابات وبتاع بيتحكم في حجم الميه ريجليتور تنظيم. انا بنظم الريجليشن دي بعملها عن طريق البوابات، فدايما الريجليتور مكتمل بالفلور بتاعه بالاباطمنتس بالبير باللونج وولز بالبوابات خلاص ده ريجليتور. انا بقى تعظيما للاستفاده من ثوابت الريجليتور، ايه هي ثوابت الريجليتور اللي هي اللونج وول والاباطمنت والبيرز، بستغل لهم بعمل فيهم بلاتفورم واشغلها كوبري ينقل الحركه من شرق وغرب المجرى المائي اللي مصمم عليه الريجليتور. واخد بالك؟ لكن ما هواش مين بيربز اوف كونستراكتنج ريجليتور. انا ما بعملش ريجليتور عشان انقل الحركه من هو. لا، الكلام ده في الكباب. كويس؟ فانا هشوف الحالات المختلفه دي. البير ده لو كان بالشكل ده اهو طبعا الكلور والريجليتور مختلفة. ما هيش هيزبط ازاي البريتز. هبص الاقي الكوبري بتاعي الستاتيكال سيستم بتاعه بيرتكز على البير بشكل. زي ما قلنا سيمبل سبورت وقلت ليه بعمله سيمبل سبورت. فالحالة الأولانية بتاعت الماكسيموم فيرتيكال لود هحمل الكوبري كله ديد ولايف لود. هعتبر الكوبري الكوبري شغال فل. كل الكوبري عليه عربيات وعليه مشاة. مشاة. المشاة ده بتكون في الكباري الصغيرة بتبقى 600 كيلو على المتر المسطح. وفي الكباري الكبيرة بتبقى 1000 كيلو على المتر المسطح. فأنا هعتبر الكوبري كله فل لود. مشاة وعربيات. جايز اخليها ايكوفلنت لود مثلا 5 طن بالمتر سكوير 4 طن بالمتر سكوير. دي بتعتمد عليك انت الفرد اللي انت هتاخده في التصنيف. واقول البير ده هيشيل من فين لفين؟ هيشيل من هنا من سلطه عمان بتاع البنت دي لسلطه عمان بتاع البنت دي. يعني وزن الكوبري في المنطقه دي الشارع البير. طبعا انتقال اللود من البلاتفورم بتاع الكوبري للبير بيبقى من خلال الاستاتيكال سيستم اللي انا مختاره. لو الاستاتيكال سيستم اللي شايل الكوبري عباره عن ارش هيختلف عن لو كان بير زي الحاله دي. مش كده؟ فعلى حسب الحاله لو بير بالشكل ده ممكن تقول والله البير دي بتدي رياكشنز رياكشنز على الاباطمنت على البير او على الاباطمنت بشكل. ممكن تاخد رياكشن دي عند كل نقطه تاثير. يعني لو كانت البيوز دي اربعه بيوز مثلا واحده هنا واحده هنا واحده هنا واحده هنا الناحيه الثانيه ايه وكده يبقى عندي نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا. ادي نقاط تاثير الكونسنتريتد لود اللي بيعبر عن الرياكشن اللي جاي من الكوبري. واحد يقول لك انا رايح نفسي واخلي الكوبري كله بيتحمل زي ما قلت مثلا 4 طن او 5 طن بالمتر سكوير. اقول الكوبري شال من هنا لغايه هنا. كل دي كام؟ دي مثلا 10 متر، المسافه دي مثلا 6 متر، يبقى 6 في 10 60 متر مسطح، 60 في 5 بكام؟ بكذا متر بالمتر سكوير. اللود ده نصه هيجي هنا ونصه هيجي هنا نصه هيجي هنا. فانا اعتبر اللود ده عباره عن الكوفلنت لود متوزع على القمره دي كلها كده اهو. مقداره كام؟ مقداره نص. احنا حسبناهم كام؟ كام طن؟ 300 300 على 2 150 150. الطول ده كام؟ 10. الطول ده 10 ها؟ ايوه يبقى 150 على 10 كام؟ 15. يبقى هنا ده الكوبرنت لود مقداره 200 طن بير متر طن. يبقى اكنه الاباط الكبير ده جاي له من هنا على طول ال 10 متر بتوع عرض الكوبري في هنا ديستريبيتد زون
إيكويفالنت لعشرة طن بالمتر ربع، والناحية هنا في الكلام. دي سهلت عملية، أو إن أنا أقول هنا في الرياكشن وهنا في الرياكشن وهنا في الرياكشن وهنا في الرياكشن. إيه هي الكلام؟ تاخدهم وتسيحهم مات، تاخدهم في أماكن تأثيرهم برضو مات، بس اللي تختاره تحسبه صح. يعني عملت كونسنتريتد لود تحسب الاستراكشر سوليوشن بتاعك على انها كونسنتريتد لود. افترضت ان ايكويفالنت سوليوشن لود مقداره 10 طن بالمتر ران از ان انتنستي كثافه، يبقى تتعامل معاها ده مهما ايا كان كده ولا كده. الحاله اللي احنا بندرسها دي كيس اوف ماكسيمم vertical load او load. دي الحالة بتاعت اقصى تحمير راسي جاي من الاونوي بتاع البير، جاي من الرياكشن او الطريق دي هاي لود، وكا ايه ديد لود. مساحة الكوبري برضو اللي هي ديد لود، مش بس اللايف لود بتاع الكوبري، لا ده الديد لود بتاعه. تسيح بقى البلاطه تنتهي 25 سم، والكاميرات تسيحهم في بعض، وكم متر ومتر طن المتر المكعب الخرسان المسلحه قد ايه، يبقى ده ديد لود. يعني انت تحسب عشان الرياكشن ده لو حسبنا كده يبقى ديد ده اللايف لودز، وهنا ده برضه هيبقى ديد ده اللايف لودز. يجي لي ماكسيمم كومبريسيف سترينس، وطبعا بيعمل ماكسيمم كومبريسيف سترينس عشان اشوف العرض بتاع البير ده اللي انا مختاره او افترضته. العرض ده اللي انا افترضته 2 متر او 2 متر ونص او تحت، سيف ولا ان سيف؟ هيشيل اللودز دي ولا لا؟ هشيلها ازاي؟ يعني عند اي سيكشن هنا الانتنستي بتاعت اللود شكلها ازاي؟ انا عارف كيف هنا ما بتجيبش ستريس ماكسيمم لودنج، المفروض في الانتنستي يعني. السجمة هنا تساوي ايه؟ تساوي التوتال لود مجموعهم على العرض بتاع الكتف في 1 متر، يعني هاخد واحد من البير طوله قد يكون 10 متر 20 متر 15 متر، فانا هاخد 1 متر في الاتجاه الطولي. يبقى الانتنس دي السجمة تساوي ايه؟ تساوي اللود اللي فوق السكشن ده عند السكشن ده مقسوما على عرض البير في الاتجاه ده. والله هنا سيجما دي طلعت اقل من البرميسبل كومبريسيف سترينس بتاعت الماده بتاعت البير، يبقى انا في السليم. البير ده قد يكون من الطوب، قد يكون من الحجر، قد يكون من خرسانة عادية، قد يكون من خرسانة مسلحة، ايا ما كانت المسيرة اللي حضرتك بتستخدمها، بتقارن الاكشوال انتنستي بتاعت اللود بالبرميسبل سترينس اللي بيشيله البير. لو كان السترينس ده اقل من اللازم كويس، بس مش اقل بحيث يبقى اقل من النص، ده هيبقى سيف اه بس يبقى ويست، ما تبقاش مهندس. لكن المهندس بيعمل السكشنز بحيث تبقى سيف اند ماكسيمم ايكونوميكال سكشن، اقل سكشن يشيل الحمل بامان. هو ده الحمل. يعني مثلا لو كان الكلام ده البير ده من الطوب مثلا بيشيل كام؟ بيشيل كام الطوب في الكومبريشن؟ بيشيل كام في 50 طن؟ 40 كيلو جرام عصب. ها؟ 40 كيلو جرام عصب. 40 50 60 كيلو عصب كيلو جرام. الانسينس اللي طلعت لو كان 60 البرميزه ممكن طلعت مثلا 50 55 اوكي. لكن طلعت 20 30 يبقى العرض ده مبالغ فيه واقل منه. اخليه نص. واعيد الحسابات تاني واشوف البرميزه والسترينس قد ايه بالمقارنه للماده المستخدمه. وهكذا. لغايه في النهايه باجي عند السكشن ده. الاقي السترينث هنا بقى هيزيد ولا هيقل؟ هيزيد. هيزيد جدا طبعا لانه دخل باقي الايه؟ باقي الوزن. السيجما هنا اقارنها بالبرميزم السترينث بتاع المك بتاع الفلور. لو خرسانه عاديه يبقى اقارنها بالسترينث بتاع خرسانه عاديه، لو خرسانه مسلحه اقارنها بالسترينث بتاع خرسانه مسلحه. واخدين بالك؟ يبقى دي الكيس بتاعت الماكسيموم لودنج. الكيس الثانيه اللي هي الكيس
حب ماكسيمم اكسنتريشن اللي هي فيها اقصى انحراف عن المثاليه. الحاله دي حاله مثاليه، كل المنشا متحمل. لكن هناك لا، انا هخلق الحاله، هخلقها، افترضها. افترضها ازاي؟ اقول والله البير ده اللي هو ده بيفصل بين تو فينس، ادي السنتر لاين بتاع البنت اللي على الشمال، وادي السنتر لاين بتاع البنت اللي على اليمين. السنتر لاين ده هو ده، والسنتر لاين ده هو ده، ودي فتحه ودي فتحه ونص فتحه، الفتحه ده سنتر لاين. والستاتيكال سيستم اللي شايل الكوبري لو كان سمبل سبورت زي ما احنا اتفقنا اهو، اتفقنا ليه طبعا بنعمله سمبل سبورت، حتى لو كان عملناها لو صبناها كونتينوس، حتى لو صبنا الكاميرات دي ادي كونتينوس بيم بتعامل معاها بالديزاين از سمبل. وطبعا هنا في الايه؟ الايه؟ ما ننساش. عشان اولد الحاله بتاعت مقصد الترسي اعتبر ان فتحه من الفتحات دي رنم فل والتاني ما فيهوش ميه في حاله صيانه. يعني لو كانت الميه جايه كده اول هنا ودخلت كده اعتبر ان انا قافل الفتحه اللي جنبها دي عن طريق الامرجنسي جيتس. طبعا دي اسمها المين جيت، دي الامرجنسي جيت بوابه الطوارئ، بستخدمها لما يكون في طوارئ، البوابه الاصليه مش شغاله، عايز اعمل صيانه جوه بتاع، فبقفل دي. ببص الاقي الميه دي، الميه هنا دخلت ومشت وطلعت الناحيه الثانيه، لكن البيت دي بقى جت هنا وقفت عند الامرجنسي جيت وقفت، مفيش ميه داخل. وطبعا عشان الفتحه دي تتقفل تماما بعمل بقفل الامرجنسي جيت كمان اللي في الداون ستريم، لان الميه في الداون ستريم هتطلع من هنا وهتنتشر برضه زي ما انت عارف لغايه ما توصل عند المسوق اللي كانت موجوده فيه. السنتر لاين ده فين؟ احنا كنا عاملينه هنا مش كده في 1 سي؟ اهو نمد كده هو ده. الناحيه دي هي اللي فاضيه امتي؟ البنت دي فاضيه مفيش فيها ميه، ودي هي اللي شغاله مليانه ميه والميه بتعدي من تحت الكوبري، يبقى هنا في ميه. بس منسوب الميه هنا ايه؟ المينيمم ووتر ليك، لان الفتحه دي تبقى فاضيه عشان تعمل صيانه ما تحصلش الا في حاله المينيمم ووتر ليك. يبقى اكسنتريستي بتتولد من ان في مثلث ميه اهو يضغط على البير من هنا. يبقى البير ده لو حاول لو حصل له اي نوع من انواع الانقلاب هيتقلب كده مش كده؟ اشوف الفورس اللي تدي الانقلاب، يبقى احمل دي اللود اللي هيجي هنا الرياكشن اللي اتكلمنا عنه هناك ده اللي هيبقى هنا كده، يبقى دي ده زد لود اونلي، وده هيبقى ديد زائد لاين
لودز. مظبوط؟ بزود اللود في الناحيه اللي هتدي اكسنتريك. يبقى البير ده واضح انه واقع لا يمكن الريزلتنت، يعني شوف الريزلتنت هنا، شوف انا لما رسمت الستريس لاحظ ان انا رسمته منتظم، ما رسمتوش كده يا باشمهندس، هو ما رسمتوش كده، هو ما رسمتوش كده، لان الحاله دي توتال لود، كل الفرصة بتاثر راسيا فما فيش اي حركه. لكن هنا بقى الريزلتنت بتاعت البيرج دي كلها مش لازم تطلع عند السي جي عند السنتر لاين بتاع البيرج، لا ده تطلع كده بس، ولا تطلع كده، ولا تطلع كده يا فندم عشان تتوقع الرياكشن، هتطلع كده ولا كده؟ ده المتوقع لسه ما حسبتش. يبقى الاستريس هنا هيبقى كده، نخليه واضح اكتر عشان ما تتلخبطوش كده. السيجما واحد دي يجب ما تزيدش عن البرميسبل سترينث بتاع الماتيريال بتاع الفلور، والسيجما 2 دي لازم ما تبقاش كده، يعني السيجما 2 دي احسن الكريتيكال حاجه بتاعتها لازم توصل، يعني سيجما 2 سيجما 1 دي توصل لغايه كده، يبقى ما فيش تنشن عند السكشن ده، وفي كومبريشن، كومبريشن مقدار سيجما 2 اقل من الكومبريشن ستريس بتاع الخرسانه بتاعتك. وانس اللي حصل بقت كده، في عندك حتتين صغيره كده غلط، لان احنا قلنا الووتر ستراكشرز فوربيدن، ممنوع اني تنسايل سترينث ات اني سيكشن، ممنوع يتولد اي شد عند اي سيكشن في اي قطاع ماشي، ممنوع. يبقى لازم اعمل حساب لو طلع بالشكل ده، يبقى معنى كده ان العرض بتاع البير ده مش كفايه، ازوده عشان لما ازوده يبقى كده، فلما ارسم الخط ده يجي يديني على الاقل زيرو. دي كريتيكال كيس اللي عندها بينقلب، يعني عند ما يوصل دي زيرو ودي ماكسيم، ابص الاقي بقى البير ده هيبتدي يا باشمهندسين يحصل له ايه؟ هاجي في الروم اهي يحصل له يبقى كده، شوف هيبتدي يبقى في فاصل بين الاثنين يتقلب. ليه؟ لانه هنا في تنشن، يعني ايه تنشن؟ يعني البير، البير هنا عايز يطلع لفوق، الفورس بتاع الكوبر تيرنج مومنت بيحاول يشد الجنب ده، فالكمبريسيف ستريس هنا جايز يزيد، وبالتالي السيجما 2 اكتر من المطلوب بيحصل كراشنج، كراشنج للخرسانه هنا، التيست، عارف كلمه كراشنج في الماتيريال خدتها ولا ما خدتهاش؟ كراشنج التيست يعني يحس بشيله كده وتتهيأ تيس، لان السترينس ده اكبر من البرموسيال سترينس بتاع الخرسانه، وبالتالي يحصل يبقى دي الحاله اللي هي الكيس المنطقه السترستي اللي بتبقى فيها البير بتاعي احد الفتحات على شماله او يمينه في حاله اصلاحها في حاله صيانه ومفيش فيها ميه. الحالة الثانية انه ان تكون المية موجودة في اثنين، فطبعا مثلث المية ده هيلاقي ده، فالحالة دي يعني تذكرها اه بس ما تشتغلهاش، لان واضح انها مش ما هياش كريتيكال. الموست كريتيكال هما الحالتين دول، الماكسيمم كومبريسيف ستريس بيجي من الحالة بتاعت التوتال لود، الماكسيمم كومبريسيف عشان اشوف الماكسيمم قد ايه واقارنه بالبيرفيسيف، والحالة الثانية بتاعت الاكسنتريسيتي عشان نشوف هل هيحصل انقلاب من العنصر ولا مش هيحصل. طبعا واحد يقول لي اتولد ازاي؟ اقول لك اتولد لان انا في المنطقه دي اخلي الكوبري في المنطقه دي كله توتال لودنج،
ديد ولايف لود مشاه عربيات وكل هنا خلي ديد بود بس افتراض من مصر ديد بود بس فتقول هذه الحالة مش واحد يقول لي الكلام ده مثلا في الطبيعة الأصل مش هنسى مش مهندس بتاعتك مش لازم تبقى متفقة مع اللي بيحصل في الطبيعة عند الحسيت في حالات قد يكون بالصدفة العربيات جت هنا وقفت حصل حادثة فالحالة دي تتولد لكن ما اقدرش اغفلها لو بتحصل حتى واحدة مرة كل 20 سنة لكن وانس ما حصل هتعمل لي فيلر في الكوبري فلازم يكون ده طبعا واحسب واشوف الماكسيم اشوف العرض بتاع البير في ده اللي بيوفي كل الحالات الممكنة تمام اللي عايز يرسم واللي عايز يكتب قبل ما ننقل على الكلام ده احنا استكمال بتاع المحاضره اللي فاتت لكن احنا دلوقتي هنتكلم عن التباطؤ بسرعه برضو على الموضوع ايوه يا باشمهندس في الحاله اللي هي الماكسيمم الفيرتيكال لود ايه؟ ماشي ولا اهو الحاله دي مش كده؟ الرياكشن اللي في المنطقه اللي فوق البنت اللي فاضيه ديت زائد لايف لوز انا فاكر ديت زائد لايف لوز البنت الثانيه ما اقدرش عليها لود بس هو الاقدر اختار اللي هو ديت بتقول له مين كان بيسال راح احكي هنا دكتور انا مش محتاج اشيك على البيلنج كاباسيتي لان كل المنشا مرتكز على فلور فبالتالي الاستريس هيبقى صغير الموضوع ريجليتور هنا لا احنا بنتكلم انديفيديوال على عنصر انا لما بتكلم الاسمنت كل المنشا كله هيوج ستراكشر اللود بتاعه عالي جدا فمش لازم اعمل شيك على البنت كان مش كده الكلام ده لما بسمه الفلور لكن اتكلم على منشا عنصر عنصر ما انا ممكن جدا السكشن ده يطلع عن سيف عن هذا الليفل اعمل ايه وعلى فكره بالمناسبه دي شيء يذكر يعني مره يمكن 10 سنة كده جبت مسألة في الامتحان أبطنت ده اللي هرسمه دلوقتي وكان السؤال بطنت عليه لوز مديله اللوز بدون اللي حاجة قلت له اديني المينيمم كروسكشنال اريا للأبطنت ده بحيث يبقى سيف المينيمم كروسكشنال اريا انت عارف الأبطنت شكله مثلا بدا يكون كده لو كان من الطوب او من الحجر كده أو أنا ممكن أو صفر عادية مثلا هو مدير اللوز سواء كان أرش أو الأساس كان سيستم عبارة عن بيتس زي الحالات بتاعتنا ومديله كمان نوع الطرفة الفيلينج كل حاجة وكل حاجة والمية وكل حاجة يديك الكروسكشن عليه كل اللوز ما قلتلكش استنتجها وقلت لك اديني كروسكشن اريا تديني مش اي كونسكشن اريا المينيمم مينيمم بحس انه ما ينهارش اجاست سيف للاسف ولا الطالب حل المساله ولا الطالب صعب فيرست تايم كده كراجل انت بقى بكالوريوس ودراسه بنزين الجولد في الاساسات وفي الرايد وبتاع صعب لما تيجي مساله بكالوريوس اكنها مساله ستريس الشكل ولا واحد ف جينا بطلنا نجيبها بعد الامتحان الثاني ففي الترم الثاني الامتحان المسألة صعب ولا حاجة هي دي مسألة ثانية دي مسألة ثانية بتاعة أساسية أنا ما بنلاحظ مش بمنح لك الطالب بقى عندنا للأسف بيفصل بين المواد يقول لك لا دي هيدروليكس لا ده رأيي لا ده خرسان هو هيمتحنا بالخرسان ولا لا انت بكالوريوس كل العلوم دي بتخدمك كلها انت رأيي وانت خرسانه وانت هيدروليكس وانت ماتيريال وانت كل ده بيؤدي انت كل ده طب في حاله زي الدكتور ما فيش حد يفكر يعني ايه المينيمم كونستكشن يعني ات اني سيكشن لازم العرض البي ده يبقى اقل ما يمكن يعني لو خدت السكشن هنا كده
لازم التسريب هدي في المنوم. المنوم يعني ايه؟ يعني الاسترينت ديستريبيوشن يا باشمهندس يبقى كده. دي القيمة بتاعتها الخطوة ودي صفر. لو زادت عن كده هيقلب بقى يبقى غلط. وعند السكشن ده عايز العرض ده. وعند السكشن ده عايز العرض ده. وعند السكشن ده عايز العرض ده. كان ببساطة يا باشمهندس لو ولد فتك زي الأول ده وده قال لك أنا هاخد سكشن كل نص متر. وأحسب اللود اللي فوق وأشوف الستريس ده. طلعت المسافة دي 5 متر. بس واخد عند السكشن ده الستريس ده اهي من الرابع للولد اهو طلعت المسافه دي 5.5 عند السكشن ده طلعت المسافه دي 6 يبقى العرض بتاعي هيبقى يتوصل النقط لبعضيها هيكون مش كده؟ مش هو ده؟ في حد صعب في الكلام ده عشان طالب في كليه ما يعرفش دليل انه ما بيفكرش يفكر هو ما بيتعلمش يفكر هو عايز مساله 6 في 6 بكام؟ تكتب 6 في 6 الكلام ده وانت تلميذ في سنه اولى وثانيه بتاخد مساله انت دلوقتي مهندس بتاخد مشكله مشكله بتحلها بادواتك بالمعلومات اللي خدتها في كل حاجه في السويل وفي الخرسانه وفي الاساسات وفي الاستراكشر وفي الرسم وكل حاجه فانا بقول لك كده عشان تتعلم تتعود تفكر خارج الصندوق خارج انك تلميذ انت دلوقتي مهندس ادي نفسك الحريه فكر ممكن تطلع بفكره مبدعه، انا شخصيا ممكن ما تكونش فكرتك جت على بالي. ما تتغيرش احنا اللي بنطلع قوالب فوق. مهندسين مهندسين لا نطلع مهندسين. كل واحد عنده فكر، كل واحد عنده انا عارف. وبعدين يعني مش عيب ابدا ان انا احل وانت تحل وهو يحل وكلنا صح. بس في حل احسن، حل اوت ستاندنج وفي حل اكسبرت. لكن كلنا صح.